لحديش وكيما كل يوم أطباء الاختصاص نشكرهم على حضورهم بحذانا وبش يجاوبوا على أسئلتكم انتوما. تأخر النمو عند الأطفال زعما مش يقعد طويل زعما أشبهها وخرت الأمور، هذا وأكثر بش يكون موضوعنا وحوارنا اليوم في ألو دكتور. اليوم في ألو دكتور نحكيو على تأخر النمو الطبيعي عند الأطفال، شنو ما الأسباب وكيفاش العلاج؟ هذا وأكثر باش يكون حديثنا مع الدكتور فتحي العماري، طبيب مختص في الأطفال ورئيس قسم طب الأطفال سابقا بالمستشفى الجامعي ابن جزار. باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 035 120. ملكونوا في الموعد اليوم من 9 ل 11 على الحياة فام. سونتي 5.5، صحتك بالدنيا. دكتور اهلا وسهلا. صباح الخير، مرحبا بك. ان جرون ميرسي اللي كنت حاضر بحذانا دكتور. عايش. تاخر النمو الطبيعي عند الاطفال، اسكو هذا يتسمى مرض والا تاخرت الامور وكهو بصفه طبيعيه؟ شكرا مره ثانيه على الاستضافه واختيار الموضوع هام اللي هو يمثل موتيف دو كونسلتاسيون فريكون عند الاطفال. قبل كل شيء لازم نعرف وقتاش نقولوا الصغير عنده تاخر في النمو. ينجم حاجة سهلة ياسر، الأم تلاحظ أن ولدها موش قاعد يطويل، وخاصة بالمقارنة مع الأطفال اللي في عمره. لكن علميا احنا نمشيو للي كورب دو كرواسانس، كان تشوف الكارنية متاع التلقيح ثم دي كورب، هذيك وقت اللي ثم طول وثم وزن ان فونكسيون من العمر، ودونك تتكون كورب. دونك نشوفوا المراقبة متاع الصغير اللي هو صغير يزمنا نراقبوه نورمالمون في الستة شهر الأولين، مرة في الشهر نشوفوا له الوزن متاعه ونشوفوا له الطاي، ما بين ستة شهر وعامين لا نشوفوه على الأقل مرة في ثلاثة شهر، بعد عامين أو موا مرة في ستة شهر، وكم ساعة تتكون لنا فكرة على الطول وعلى الوزن متاع الصغير. دونك نشوفوا الكورب نورمال ونشوفوا الصغير متاعنا فين الطاي متاعه فين القامة متاعه مش تكون بارابور للكورب. نشوفوها بالنسبة للصغير اللي عنده قصر في القامة اللي جاية في كلوار أقل من الكورب العادية. وإحنا بار ديفينيسيون نقول وقتاش نمشي ونعملوا التشخيصات عند الصغير وكل، وقت اللي تبدأ الكلوار ناقص دو كلوار، كيك صارت إحنا نحكيو بالديفياسيون ستاندار مي أقل من دو كلوار، نقولوا هذا هابط في الطاي متاعه شوية. دونك الصغير هذا يتطلب فحص، يتطلب تحاليل ربما، ويتطلب تشخيص للمرض متاعه. ينجم كيما ينجم يكون بسيط كيما ينجم يكون مريض مرض يتطلب المداوات. دونك الأم اللي تلاحظ قصر القامة، لكن الطبيب هو حسب الكورب دو كرواسانس يشوف الصغير فين هو سي سي تي في الكولوار، وكان اقل من دو كولوار ولا من دو ديفياسيون ستاندار نقولوا الصغير هذا عنده روتار دو كرواسانس وعنده قصر في النمو ونبداو في التشخيص نتاعو. باهي دكتور، معناتها تنجم تكون بصفه مؤقته والا تنجم تكون السبب نتاعو مرض، معناتها الحالتين موجودين. افكتيفمون احنا تو نرجعوا بعد الاسباب نتاعو ونشوفوا الاسباب اللي ربما على خاطر ثم صغير يمشي في كلوار ديما كلوار ناقص من الكورب، ما ديما قاعد يزيد لكن في كلوار ناقص، واغلبيتهم هذيك مش حاله مرضيه. بينما ثم صغار تلقاه يمشي في الطول نتاعو لكن تجي فتره ما يحبس، دونك ثم ميم حتى اون بار دو كاسور، وهذيك الصغير النجم يكون مربوط بامراض اخرى. لذا ديما نفرقوا ما بين ثم ايفوليسيون ريغولير هكا ديما قاعده تمشي في كلوار طبيعي. تطور طبيعي، وثم اللي يمشي وبعد يحبس الصغير مع شي نجم، هذيك باش نشوفها. 70 035 120، 70 035 120، تطرحوا اسئلتكم على ضيفنا اليوم دكتور فتحي العمري. تاخر النمو الطبيعي عند الاطفال هذا باش يكون موضوعنا الناس الكل. نقلب معك سؤال كان تسمح لي دكتوره، شنو مرحله النمو الطبيعي عند الاطفال؟ هذا مرحله عادي؟ افكتيفمون احنا قبل ما نمشيو نشخصوا المرض، قبل ما نشوفوا اللوجه والأسباب، ثم مراحل فيزيولوجية عند الصغير وانا نشخصها ثم 4 مراحل. المرحلة نقولوا مرحلة النمو السريع اللي هي لا فاز داكسيليراسيون رابيد، مرحلة النمو السريع تمشي من الولادة حتى لثلاثة 4 سنين. والمرحلة هذه هامة ياسر. كي ناخذوا مثال الرضيع نهارة اليولد، البيبي نهارة اليولد الطاي نتاعو تنجم تكون 50 سنتيمتر عادي في الموين 50 49 51، دونك الموين 50 سنتيمتر. يجي في العام الاول قداش يربح من سنتيمتر؟ يربح 25 سنتيمتر، يصبح طوله 75 سنتيمتر. في العام الثاني يربح ما بين 10 و11 سنتيمتر، يصبح طوله 85 سنتيمتر. وهنا مش نفتح قوس، 85 سنتيمتر اللي موجودين في العامين لو كان نضربهم في الاثنين اش نلقاو؟
نلقاو متر وسبعين. متر وسبعين هي القامة متاع كهل عادي. كهل عادي تاي نورمال اون كيك سورت متر وسبعين. لذا هذه نقطة هامة، الصغير في العامين الأولين متاع حياته ياخذ شطر القامة متاع حياته. دونك 85 سنتي في العامين، كي نضربوا 85 في الزوز نلقاه متر وسبعين. كي ناخذ المعدل بالنسبه للكهل العادي متر وسبعين، نلقوا الصغير في الفتره الاولى في العامين الاولين خذا النصف القامه نتاع حياته كامل. وهذه نقطه هامه. فهمتك علاش قلت لي الفازه هذه هي نتاع النمو السريع. الشطر نتاع النمو نتاع عملوا فك العامين، فك العامين هذيك ولد ب 50 سنتي خذا 25 سنتي في السنه الاولى، وخذا 25 10 سنتي في السنه الثانيه. يزيد في السنه الثالثه ياخذ قريب كيكه معنا ما بين 8 7 سنتي. نلقاو الطاي في العاده جينيرالمون الصغير في السنه في الولاده 55 سنتي، في السنة الأولى 75 سنتي، في السنة الثانية 85 سنتي، نلقاو 95 سنتي كيكا في السنة الثالثة، وما يقارب متر متر وزوز سنتي في السنة الرابعة. دونك نشوفوا هذه مرحلة هامة نسموها سيلا فاز داكسيلاراسيون رابيد، نمو سريع عند الصغر. وبعد تجي الفترة ما قبل الفترة اللي نسموها هي ما قبل البيبرتي، قبل البلوغ. قبل البلوغ الفترة هذه يبدا الصغير اللي تبدا جينيرالمون من 5 سنين هكاك حتى لفترة البلوغ نبداو ناخذوا فيها 5 6 سنتيمتر في العام ستابل. 5 6 سنتيمتر كل عام ناخذوا 5 6 سنتيمتر حتى لنوصلوا فترة البلوغ. في فترة البلوغ اللي هي مختلفة كوسوسوا عند الطفل البنت ولا الولد، غالبا عند البنت في العشر سنين ونص 11 سنة، دونك نجم حتى تكون قبل أكل أكل ناخذوها 5 6 سنتيمتر بالعكس يوليو أكثر، يولي صغير في السنوات هذه في فترة البلوغ ينجم ياخذ حتى ما يقارب حتى 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر في السنة، نجم يوصل يربح 10 سنتي في السنة في العام في السنة. اللي مش تكون غالبا عند البنت في العشر سنين ونص، وعند الولد الوليد تنجم تكون في 13 سنة في 12 سنة ونص. دونك تحولنا من فترة النمو السريع الفترة الأولى، وبعد الفترة وين ثم النمو يبدأ ستابل 5-6 سنتيمتر، وبعد جينا مرحلة ثالثة مرحلة البلوغ نعاودوا ناخذوا أكثر من سنتيمتر. وغالبا البنت تربح في الفترة الكل هذه متاع البلوغ تربح ما يقالب 23 سنتيمتر هكاك 23-21 سنتيمتر، والصغير والوليد ينجم ياخذ ما أكثر منها 25 سنتي 24 سنتي. هذه الفترة الثالثة. ثم تجي الفترة الرابعة هي فترة نهاية النمو. نهاية النمو مش نلاحظوا جينيرالمون أكثر من 15 سنة عند البنت، وأكثر من 16 سنة 16 سنة ونص عند الولد، يولي ينجم يربح لك أقل من زوز سنتيمتر في العام، وهكا بعد تبدأ نهاية النمو عند الطفل. دونك هذوما مراحل هامة ياسر، كي ناخذوهم نجموا نفهموا بهم برشا حاجات بار لا سويت. باهي خلينا نعاود نزيد نذكر الدكتور ما يسالش، عطيتنا أرقام مهمة وخاصة للأولياء باش يشدوا الحساب نتاع ولدهم. دونك كي تولد البيبي من الأول 50 سنتي، بعد العام الأول لازم يكون 75 سنتي، في عام الثاني يولي 85 سنتي، في عام الثالث لازم يكون طوله 95 سنتي، عام الرابع باش يكون متر وسنتي متر وزوز سنتي. هذه المرحله الاولى. نحب نفتح قوس لنا هذه هي دي ارقام تيوريك فهمتني. لكن توا كان نمشوا ناخذوا صغير باي اكزامبل بارازار صغير عمره 4 سنين، احنا قلنا طوله في المتر، لكن تنجم تلقاه متر و4 سنتي متر و5 سنتي، خاطر صغارنا توا قاعدين النمو نتاعهم احسن من قبل. دونك لي زونفون سون بوكو بلو غران كلي بارون توا. دونك تنجم تشوف صغير في 3 سنين بكري انا قلت 95 سنتي، وهو تلقاه في 98 في 99. دونك هذوما دي معنى ارقام حسب التقريب، واللي ديما نرجعوا لهم باش نشوفوا الكل معدل معناته يكون اكبر منه بزوز سنتي اقل منه بسنتي زوز مش مشكل. من بعد قلت لي من عمر 4 سنين حتى لل10 11 كان بنيه ولا وليد لازم كل عام يربح قداش من سنتي دكتور؟ من العام من الفتره الثالثه الفترة الفتره الثالثه فتره ستابل يبدا في 5 6 سنتيمتر في العام. دونك يربح من بعد من 10 11 حتى ل 15 16 سنه كانوا وليد كانوا طفل ولا وليد 23 سنتي بالنسبه للبنات و25 سنتي بالنسبه للاولاد. ومن بعد ابارتير من 15 والا 16 بنيه ولا وليد نهايه النمو تبدا الزياده بسيطه، وربما ما ثماش زياده ما تفوتش 2 سنتيمتر في العام. دكتور
الميزان عنده دور لنا والا لا؟ خاطر كي تقول لي انا معناتها الانديكاتور الاولاني اللي معناتها ناكد لنا عليه دكتور اللي هو طول، نعرف زاد البيبي يحسبوا بالطول وبالميزان ومن بعد بالعمر. مهم الميزان، مهم ياسر، لانه احنا تو هكا باش نتعدوا في التشخيص في الفحص نتاعنا كي مش نفسه الصغير، يهمنا ياسر باش نعرفوا اسكو الصغير هذا عنده قصر في القامه لكن وزنه عادي، ولا عنده قصر في القامه ووزنه مش عادي. اسكو وزنه نقص قبل ما الصغير يحبس في النمو نتاعو، ولا الصغير عنده نمو عادي، النمو قصير لكن الوزن موجود. هذوما اون فونكسيون الاسباب اتو نرجعو لهم بار لا سويت، لانهم هذوما يدلونا ثم برشا صغار. نعطيك بار اكزومبل، سوء تغذيه عند صغير تنجم تكون نقص في الوزن ونقص في الطاي. سوء تغذيه خاطر مش متغذي، دونك شكل ضعيف وقصير. وثم حالات اخرين تلقى نقص هرموني اللي اتو نحكيو فيها نتاع الغدد، نتاع الغده النخاميه ليبوفيز وكل، تلقاها الصغير ينجم يكون وزنه عادي لكن الطاي ماهيش ماشي لانها مربوطه بهرمون بينما تغذيته صغير. لان من بين الاسباب نتاعنا، من بين الاسباب نتاع عدم النمو العادي عند الصغير وقصر النمو، ثم برشا اسباب نتاع امراض الجهاز الهضمي، امراض الكلى، امراض الكبد اللي تنجم تاثر اي على الطول كما تنجم تاثر على الوزن. بيه دكتور انت هكا عطيتني توا معناتها معادلات تيوريك معناتها كيما قلت لي في الطول. خلينا نمشي معاك في سؤال اخر معناتها من الاسئله اللي قاعدين يطرحوا فيها على الباج وفي سيل فيسبوك. يقول لك يا خويا البو جاي سكادر طويل معناتها خشين، والام جات خشينه، دونك انا كي نلقاها اقصر شويه بزوز 3 سنتي عادي ولا لازمني نخاف؟ هذا سؤال اللي جانا على الباج فيسبوك دكتور. بيه سؤال هام، وربما انت خليتني باش نحكي في نقطه هامه بالنسبه للنمو الصغير. راهي النمو نتاع الصغير مربوط بدرجه كبيره بالنمو نتاع لي بارون. دايور احنا نجم نقول لك الطول نتاع الصغير قداش ينجم يكون في نهايه النمو نتاعو، ثم انفورميل نعملوها القامه نتاع القامه نتاع الام والقامه نتاع الاب مع بعضهم، نقسموهم على زوز ونزيدوهم 6.5 للولد ونقصوا 6.5 بالنسبه للبنت. هكا نجمو نعرفو الطاي نتاع، نسموها طاي سيبل. دونك القامه نتاع الام والقامه نتاع الاب نقسموهم على زوز ونزيدوا 6.5 بالنسبه للولاد ونقصوا 6.5 بالنسبه للبنت، تتكون لنا هذيك اللي مش يجرنا بعد. احنا ديجا كي الصغير يبدا ناقص في النمو بكري قلت لك يبدا يمشي في كلوار اقل من العاده. كي تبدا انت تتبع في الكولوار وتخزر له انت تتبع في الكولوار، تي بو بروجيتي في 18 سنه قداش مش تنجم تكون الطاي نتاعو حسب التقريب نتاعو. ترجع انت للطاي سيبل نتاعك وتكلكلها، سي جامي ثم تحسبها، سي جامي تلقى الطاي نتاعو سيبل هذيك قريبه نورمالمون هذيك، يقول لك راهو روتار اسونسييل، راهو سامبل، راهو ماهوش مربوط بالمرض، راهي مربوطه بالطاي نتاع لي بارون. دونك طول البو وطول الام نقسمهم نجمعهم نقسمهم على اثنين، كان وليد نزيد 6.5 سنتي، كان بنين نقص 6.5 هذيك تعطينا على الاقل حسب التقريب قداش مش تكون الطاي بارلاس. باهي خلينا نزيد نحل معك بارونتيز اخرى قبل ما نمشي زاد دكتور، مهمه نقطه التوانسه ماهمش طويل لكن الالمان تبارك الله طويل، ليزاسياتيك قصار برشا معروفين، الامريكان مثلا لي. دونك لنا نفس الارقام اللي قاعدين تقدمنا فيهم نتاع بالعمر بالترونش داج نتاع ال 55 سنتي وال 85 يقعدوا ساريه المفوق بلابل عند الناس الاخرين والا لا؟ هما احنا لي كورب اللي عندنا هما سيسون دي معنا حاجات دي كورب اوروبيان ينجم يجون تبقى ما همش بعاد على الواقع بالنسبه لنا، فهمتني؟ سي فري ثم في بلدان اخرى كيما ليزازياتيك تلقى الطاي ناقصه، في بقع اخرين المان تلقى الطول، مي هذوما لي كورب هذوما قراب ياسر من الواقع التونسي نتاعنا. كيفيه التشخيص تاخر النمو عند الاطفال؟ هذا باش يكون سؤالي ليك دكتور فتحي العامري، طبيب مختص في امراض الاطفال ورئيس قسم الاطفال سابق في مستشفى ابن جزار. الاجابه باش تكون بعد الببليسيتي، مكملين معاكم ما تبعدوش.